بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نجتاز اليوم مرحلة عصيبة ببلادنا، أملاها الوضع الصحي الاستثنائي العالمي في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وفي إطار الإجماع الوطني والتعبئة والانخراط غير المسبوق لكل القوى الحية ببلادنا، في مقدمتهم الأطر الصحية الأمنية، الأطر التربوية بصفة عامة، وأطر التعليم العالي، التعليم الجامعي بصفة خاصة، على مستوى التعبئة، على مستوى التفاعل الإيجابي مع التدابير الصحية الوقائية والاحترازية في مواجهة هذا الوباء الخطير. وحرصا منا على استمرارية البيداغوجية التي تروم تمكين طلبتنا الأعزاء من الاستمرارية في التحصيل الدراسي، يشرفني أن أقدم هذه المحاضرات عن بعد لفائدة طلبتنا في الإجازة الذين يتابعون دراستهم الإجازة الأساسية في الحقوق في وحدة القانون الجنائي العام. حتى تكتمل إحاطتنا بهذا الفرع الحيوي الهام من فروع القانون، يجدر بنا ابتداء أن نعرف هذا القانون ونحدد خصائصه المميزة، وظائفه، مصادره، علاقته بفروع القانون، وحتى بالعلوم بالأساس بالعلوم المساعدة لهذا الفرع، يعني العلوم المساعدة للقانون الجنائي. وإن أسعفنا الوقت طبعا سنعرج للوقوف عند أهم المبادئ التي جاءت بها التيارة الفكرية التي كان لها حظ كبير في تطوير وفي الارتقاء وفي تأطير القانون الجنائي. القانون الجنائي كما تعلمون بصفة عامة يعد أحد أهم فروع القانون وأشدها قوة وصلابة. كيف لا؟ وهو يضطلع بمهمة أساسية قوامها تأمين تعايش اجتماعي بين الأفراد، تثبيت النظام القانوني، ضمان تماسك هذا المجتمع. القانون الجنائي يمد سلطانه ليحمي كل القيم والمصالح الجوهرية للمجتمع. القانون الجنائي أيضا يرضع كل الأفعال والتصرفات والسلوكات التي تنطوي على تهديد وعلى انتهاك لهذه القيم والمصالح. القانون الجنائي العام تحديدا هو فرع من القانون الجنائي الموضوعي، يقابله أيضا إلى جانب القانون الجنائي الخاص باعتبارهما معا القواعد ديالهم قواعد جنائية موضوعية. القانون الجنائي العام يتولى بالتحديد الأحكام العامة التي تحكم الظاهرة الإجرامية دون ما تخصيص جريمة معينة. يتضمن القواعد النظرية المجردة، الأسس، الكليات، يعني المبادئ الأساسية التي تحكم كل من الجريمة والمجرم، المسؤولية الجنائية وأيضا الجزاء. هذا يقتضي من الباحث مثلا في القانون الجنائي العام دائما الاعتماد على الطريقة التحليلية التأصيلية للقواعد القانون الجنائي، لأنه يفرض كما قلنا هذه الطريقة لمختلف القواعد الجنائية وصولا إلى أحكام، إلى مبادئ العامة تحكم الجرائم والعقوبات على حد سواء بصورة شاملة. هذه نقطة مهمة، وهو في ذلك يختلف عن القانون الجنائي الخاص لأنه قانون تشخيصي، قانون تطبيقي، لأن يتولى فيه المشرع تقييدا حتى مبدأ شرعية الجريمة والعقاب، لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص، يتناول بالتحديد وبالجرد مختلف الجرائم والعقوبات التي يرصدها والتي تقرر بالنسبة لهذه الجرائم، يعني كل جريمة بأوفى ما يمكن، العناصر التكوينية لهذه الجريمة، ثم ما قد يحتاج وما تقترن به من ظروف تشديد أو أعذار مخففة أو إعفاء من العقوبة، ثم العقوبات الأنواع ديالها، المقدار، النوع، هذا الشيء كله يعني. ولكن احنا بيت القصيد ديالنا القانون الجنائي العام. الخصائص القانون الجنائي ممكن نجمعها نجملها في اربعه خصائص. هو اولا قانون مرتبط الى حد كبير بالواقع ويتفاعل معه. لماذا؟ لان غير القاضي الجنائي كيهتم بواحد الدرجه كبيره بالوقائع الفي، يعني كيهتم بالوقائع ماشي بالاعمال القانونيه بحال فروع قانون اخرى. وبالتالي اذا ملي كنتكون نتكلموا على الوقائع يعني الظروف، الملابسات المرتبطه بفعل اجرامي.
كل ما يتعلق بالمكان، بالزمان، بالسن، بالجنس، ذكر أنثى، حدث أو رشيد، الوضعية الاقتصادية، الاجتماعية، شيء كله مهم جدا. وأيضا هذا التطابق مع الواقع ربما يعبر من خلال النموذج القانوني للجريمة، يعني أن أي وصف، أي واقعة إجرامية يتعين، أو أن القاعدة الجنائية في حد ذاتها يتعين أن تتضمن كل عناصر تكوينية الواقعة الإجرامية حتى تنطبق عليها القاعدة الجنائية. يعني وهذه الواقعة نفسها ما يمكنش ينسحب عليها وصف الجريمة دون يعني أن تكون متوفرة على كل هذه العناصر. القانون الجنائي أيضا هو قانون عقابي ووقائي في نفس الوقت، هو حقيقة الوظيفة الجزائية العقابية ظلت ملازمة للقانون الجنائي ردحا طويلا من الزمن، ولكن بدأ يعني يتجه نحو يعني مقاربة وقائية وحتى وجه وقائي، خصوصا في ظل تطور علوم مساعدة كعلم الإجرام الذي يتقصى ويشخص الأسباب والدوافع للجريمة، وبالتالي أصبحت إذن الوقاية جزء لا يتجزأ من الأهمية يعني ومن الأهداف والغايات ديال هذا القانون حتى في إطار السياسة الجنائية بصورة عامة. من الخصائص دياله أيضا أنه يرفض التوسع في التفسير والقياس، اللجوء للقياس. هذه المسائل يمكن تصورها فروع القانون الأخرى، ولكن في إطار القانون الجنائي المسألة غير مقبولة البتة، لأن هذا التفسير هذا والحمولة القانون الجنائي والخطورة دياله والعقوبة دياله يعني تفرض على القاضي أن يتقيد الأقل في ظل مبدأ شرعية جريمة العقاب لا جريمة العقوبة باللنص بالنص حتى لا يجهز عليه. نعم أن التوسع ممكن في مقتضيات القانون الجنائي إن كانت في صالح المتهم، يعني أرحم به، وربما نرجع لهذه النقطة إن شاء الله منين تحدثوا على القاعدة ديال شرعية الجريمة والعقاب. التحديد الدقيق للنصوص القانون الجنائي تعد أيضا من أهم الخصائص ديالو، لأن طبيعة هذا القانون، الحمولة ديالو، الأهمية ديالو، المرامي ديالو تتطلب بالضرورة الدقة، الحرص في الدقة والإحكام في صياغة النصوص ديالو، لأن هذه النصوص ماشي سهلة، يعني دائما الوضوح والبساطة هي اللي خصها تأمن على الصياغة النصوص، بعيدا عن كل تجاوز معيب، عن كل تأويل معيب، عن كل تضارب في التفسير اللي يمكن يأثر على هذا القانون ولا. نصل إلى نقطة مهمة جدا هي الوظائف ديال القانون الجنائي. هذه الوظائف بصورة عامة يمكن أن نجملها في ثلاثة الوظائف أساسية: الوظيفة الجزائية لأنها تتمتم خلال فرض الجزاءات لا سيما العقوبات نوعا مقدارا، وبالتالي ولكن القانون الجنائي أساسا انطلاقا من هذه الوظيفة ماذا يتغيى؟ إلى ماذا يرمي؟ بالأساس إلى تحقيق غاية نفعية تقويمية، وهذه كتجلى في الردع العام والردع الخاص. الردع الخاص متجه للجاني بصورة أساسية، والردع العام للغير حتى لا تسول نفس أي واحد، حتى لا تسول نفسه أن يخرق أو ينتهك قواعد التي تواضع حولها المجتمع. أيضا كاين وظيفة اللي هي ربما نعتبرها أدبية خلقية، كتهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة. العدالة مهمة جدا داخل المجتمع، لأن من خلال العقوبة يعني نحاول أن نرضي الشعور العام داخل المجتمع بالعدالة، أن كاين عدالة وكاين جاني إذن نال جزاءه. أيضا هناك وظيفة أساسية وتحقيق الاستقرار، والاستقرار القانوني مهم جدا، لأن مثلا القاعدة ديال شرعية الجريمة والعقاب لا جريمة عقوبة الناس تساهم بحد وافي في توطيد الاستقرار القانوني داخل المجتمع، وبالتالي إذن كل واحد، كل مواطن مخاطب بالقاعدة الجنائية يعرف ما هو محظور وما هو مباح، وبالتالي حتى هذه القاعدة تولدت عليها قواعد أخرى توطد الاستقرار كعدم رجعية النص الجنائي، التقرير شرعية العقوبات، تقرير الحكم البات يعني من كيصدر حكم لا سبيل إلى إعادة طرح النزاع من جديد، التقادم الذي أيضا يضع حدا لسريان النزاع الجنائي، وبالتالي هذا كله يساهم في توطيد الاستقرار القانوني. ثم هناك وظيفة ثالثة هي تحقيق الأمن والمصالح المشتركة بصورة عامة داخل المجتمع، وتعد من أجل الوظائف القانون الجنائي، لأن القانون الجنائي أصلا من خلال العقوبة التي يقررها يعني يضمن تحقيق الأمن والطمأنينة والسكينة داخل المجتمع وبين أفراد، ويمكن الأفراد أيضا من ممارسة حقوقهم وهم آمنون مطمئنون في إطار تعايش اجتماعي.
مصادر القانون الجنائي نقطة مهمة. مصادر القانون الجنائي علاش ضروري يعني يعني ارتأيت على أنني خصني نطرقها؟ لأن المصادر القانون الجنائي ماشي هي المصادر ديال أي فرع من فروع القانون القانوني الأخرى، لأنه كيتقيد بالتشريع بالنص المكتوب بالاساس تقيدا بدا شرعيه الجرم والعقاب لا جرم معكم، ولكن كتبقى هذه المصادر ربما بالاساس هناك الدستور ثم هناك القانون بالمفهوم الضيق الصادر عن السلطه التشريعيه النصوص الصادر عن السلطه ثم المواثيق الدوليه اصبحت واحد الدور جد جد حيوي ومهم في عصرنا الحالي. بالنسبه للدستور يؤطر القانون الجنائي، لا قانون جنائي مظهر من مظاهر السياده الدوله، وبالتالي لا بده يكون عنده واحد العلاقه جد مهمه مع الدستور المغربي. الدستور نفسه في الفصل 71 منه يسند للسلطه الشرعيه ان تسن الجرائم والعقوبات فضلا عن الاجراءات الجنائيه. الدستور يتضمن مبادئ مهمه جدا تؤطر القانون الجنائي وعندها علاقه مهمه، يمكننا نتكلموا الفصل 23 الفقره الاولى على شرعيه الجريمه والعقاب، شرعيه ديال النصوص والحتى الاجراءات، يمكن نتكلموا الفصل 6 الفقرة الأخيرة على عدم رجعية النص القانون بصورة عامة، الفصل 71 كيسند التشريع، مسائل مهمة جدا اللي كان أيضا الدستور كما قلنا كيتضمن هذه المبادئ. ثم هناك القانون، القانون بطبيعة الحال المجموعة الجنائية، المجموعة الجنائية اللي صدرت في نوفمبر 1972 عفوا 1962 ودخلت حيز النفاذ في 17 يونيو 1963. هذا هو القانون المرجعي بالأساس، ولكن هناك قوانين جنائية خاصة يعني تعد بدورها مصدر من مصادر القانون. إذا مشينا مثلا غير الظاهر ديال 1984 متعلق بالزجر عن الغش في البضائع، إذا مشينا مثلا الظاهر ديال 21 ماي 1974 والمتعلق بالزجر الإدمان على المخدرات والوقاية منها واللي حتى هو تضمن كله مقتضيات الجرية، ناهيك عن المقتضيات الكثيرة المتعددة المتناثرة في النصوص الجنائية اللي هي كتهتم بالقانون الجنائي. واش غنتكلموا على مدونه الشغل او المدونه التجاريه او قانون حريه الاسعار والمنافسه، المدونه الجمارك، يعني القانون الملكيه الصناعيه، القوانين ديال الشركات اللي فيها مساحه هائله من النصوص كتعلق بالجرائم ديال الشركات، قوانين اللي هي حديثه العهد، القانون يعني 13103 المتعلق بمكافحه العنف ضد النساء، القانون ديال النقل وزرع الانسجه والاعضاء البشريه ديال 99 اللي هو بطبيعه الحال فيه مساحه هائله من المقتضيات التي تروم حمايه الكيان الجسدي للانسان والسلامه ديالو، يعني كثير. نصل للاتفاقيه الدوليه، هي اصبحت مؤطر ومساله مهمه جدا، والدستور نفسه الدستور المغربي اللي هو في التصدير ديالو ينص على سمو هذه الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب في نطاق أحكام هذا الدستور، في نطاق قوانين المملكة والهوية الوطنية بعد المصادقة عليها، وبالتالي العمل على ملائمة هذه التشريعات لما تتطلبه هذه المصادقة. العلاقة القانون الجنائي بفروع القانون بصورة عامة، يمكن نتكلم على القانون الخاص كالعلاقة ديالو مثلا، أو لا نرجع مثلا للقانون العام. الدستور تكلمنا عليه لأنه يؤطر مبادئ كثيرة مهمة جدا اللي كتعلق بالقانون الجنائي، فضلا على أن الدستور مثلا يقرر حقوق وقيم مهمة جدا اللي الدستور كيتولى الحماية ديالها. مثلا فصل 24 من الدستور كيتكلم على الحرمة المنزل لا تنتهك، كيجي القانون الجنائي فصل 441 مثلا يقرر عقوبات في حالات انتهاكات، قانون المسطرة الجنائية يعني كيحدد لنا الحالات الاستثنائية اللي يمكن فيها الخروج على هذا لمقتضيات البحث والتحقيق في إطار التفتيش مثلا، ما يدل على القيمة ديال الدستور. يمكننا نتكلموا أيضا على علاقة القانون الجنائي بالقانون الإداري، لأنه يصون ويحمي ويحصن الوظيفة العمومية وفرق الدولة من كل مظاهر التجار، العبات، الاختلاس أموال الدولة، الرشوة، الاختلاس، الغدر، استغلال النفوذ، تجاوز السلطات الاداريه وقضائيه الاختصاصات، شيء كله كيدل على ان ايضا لم يغيب الهاجس ديال مصداقيه النزاهه الوظيفه العميه عن ضمير المشرع الجنائي المغربي. العلاقه القانون الجنائي بصوره عامه بالقانون الخاص، القانون المدني، القانون الجنائي يعضد ويكمل ويؤيد هذه الجزاءات، هذه يحمي الحق في الملكيه والحيازه ويعني ومسائل كلها عن طريق جريمه السرقه والنصب، خيانه الامانه، الاتلاف، يعني تبديد الاموال،
هذه المسائل كلها كتدل على اهميته مع علاقته بالقانون الاسري، اهمال الاسره، كل ما يتعلق بالمقتضيات دابا مهمه جدا دخلت في ثنايا التشريع الجنائي اللي كتزيد تحصن المؤسسات الاسره، الاطراء ارجاع يعني الاكراع للزواج، تبديد اموال احد الزوجين للزوج الاخر اضرارا بالحقوق ديالو، المسائل كلها علاقه ديالو بالقانون المسطره الجنائيه مثلا لا تحتاج الى وقفه، لان يكفي انهما تجمعهما معا وحده الانتماء للقانون الجنائي ووحده الهدف اللي هو مكافحه الاجرام. علاقته بالقانون التجاري ايضا، قوانين الشركات، اوراق التجاريه، الماده 316 مثلا غير من المدونه التجاريه التي يعني تتعلق بجريمه ديال جرائم الشيك، هذه المسائل كلها علاقه ديال العلوم المساعده للقانون الجنائي، هذه نقطه مهمه جدا لان هذه العلوم المساعده يعني تؤطر القانون الجنائي وقدمت خدمات جليله من اجل التطوير والارتقاء بهذا القانون في مقدمه علم الاجرام اللي هو علم الدراسه العلميه، يعني كيهتم بالدراسه العلميه للدائره الاجراميه، تشخيص الاسباب والدوافع التي ادت الى الاجرام تمهيدا لعلاجها، وبالتالي كثيرا ما تسفر الابحاث في ظل هذا العلم عن يعني النتائج التي يتبناها ويأخذ بها القانون الجنائي، النظام ديال الوقف تنفيذ العقوبه، الافراج المقيد بشروط، دابا ولا البحث ايضا عن بدائل العقوبات السالبه للحريه قصيره المده اللي هي اصبحت لا مندوحة، حتى التشريعات المعاصره كلها في تبنيها، للاسف ان مشروع القانون الجنائي نص عليها ولكن لا زال في عنق الزجاجه، ونحن في مرحله مخاض عسير ونترقب خلاص مرحله الخلاص باش هذا المشروع ديالنا يرى النور بعين، ومن ضمنها هذه البدائل العقوبات القصيره المده السالبه للحريه اللي هي فجويه، كل هادشي هذا كان نتاج لهذا التطور لهذا البحث في اطار هذا العلم. علم العقاب كيهتم ايضا بالنظام كل ما يتعلق بالمنظومه العقابيه وتحري انجعها في تنفيذ العقوبات حتى تكون العقوبه مؤديه للوظائف ديالها، دابا ديال الاصلاح والتهذيب والتقويم والتاهيل واعاده الادماج، هذا هو دابا الهاجس وهذا مهم للعقوبه، لانه قدش العقوبه وسيله للانتقام او ربما للترهيب او الترعيب، ولكن بطبيعه الحال ولات الوسيله ديال الاصلاح، والاصلاح ما يمكنش يكون الا ما كانش يعني اسباب ديال وبطبيعة الحال، وهذه المسائل هذه مهمة جدا، وكاين تم مشروع دابا ديالنا من أجل إعادة النظر في قانون ديال المنظم المؤسسات السجنية، وهذه المسائل كلها تشبعوا بها القائمين بها من أجل إصلاح الوضعية حتى ديال المحكوم عليه المحتجزين. العلاقة ديالو بالسياسة الجنائية، السياسة الجنائية كلش، إلا تكمل على السياسة الجنائية كلش، هي استراتيجية محكمة للرد على الجريمة. يعني كتضمن كل آليات كل وسائل كل ما يمكن أن يفيد يعني في مكافحة الجريمة ولكن في الوقاية منه، وهذه نقطة مهمة، لأن حتى مفهوم السياسة الجنائية بدأ مع فيورباخ، وكان مفهوم تقليدي جدا يعني ينحصر في الآليات الزجرية بالأساس اللي كتستعن بها الدولة من أجل تطبيق الجزاءات القاسية يعني في حق الجنات، ولكن طور هذا المفهوم وأصبح مفهوما معاصرا مثلا في كان في مدرسة يعني المدرسة ديال الدفاع الجماعي الاسيا مارك أنسل اللي وسع من النطاق ودخل في هذا التعريف حتى المقاربه الوقائيه، يعني كل اليات والتدابير اللي عندها صبغه وقائيه، وايضا حتى معالجه الجريمه، وايضا معامله المحكوم عليهم والمذنبين في اطار التاهيل واعاده الادماج والاصلاح بطبيعه الحال. ولكن اللي يميز بيناتهم ان مثلا القانون الجنائي غالب عليه الضابط المعياري، لانه كيحدد لنا سلوكات مصالح اللي هي جديره بالحمايه الجنائيه، ويتولى تحديد الجرائم التي تشكل انتهاكا لهذه القيم، غالب عليه الضابط المعياري السلوكي. السياسه الجنائيه هي ابعد من هذا، اوسع نطاقا، لا في اطار السياسه الوقائيه البعد الوقائي ولا المرحله الواقعه الاجراميه كيفاش نعالجوها ولا مسائل اخرى. ثم كتجي العلم اكتشاف الجرائم اللي هو مهم جدا، يمد العداله بخدمات جد مهمه كالطب الشرعي مثلا، اللبس ديال الجريمه الغموض ديالها الطب الشرعي ولا مهم جدا يعني في التحقيق، ايضا على مستوى الشرطه العلميه والتقنيه اللي كتلعب واحد الدور جد حيوي في الكشف عن المستور في الجريمه، واستنادا لوسائل دابا مخبريه متطورة جدا اللي ولات كتدا جهاز الانبعاثات الضوئي او الجهاز الامتصاص اللي كيحلل لنا المواد وباش نعرفوا حتى الاصل ديال هذا، وربما يتم الاهتداء حتى الفاعل ولا الضحيه المجرم والمجنى عليه، وفضلا على التقنيات القديمه اللي كانت بحال الكلاب البوليسيه مسائل كل هذه كل الشرطه العلميه والتقنيه دابا التي كنحييو بحال هذه المؤسسه حقيقه على غير مؤسسه الطب الشرعي اللي هي بطبيعه الحال لا يمكن للعداله الجنائيه ان ترتقي وان تتطور بدون خدمات
الجليل للناس. الفن القياس البشري اللي كيقوم على قياس الاعضاء البشري هو بدا في الاول على الاقل باش حتى الا بغى جاني مثلا ربما قد يضل يبغي يضل العداله مثلا عن طريق تغيير الملامح ديالو او الاسم ديالو او هذا، ولكن عن طريق القياس ديال الاعضاء ديالو يتم الاهتداء. ولكن طور هذا العلم هذا بفضل علم البصمات اللي جمع غالطون في نهايه القرن التاسع عشر، لان البصمات هذه الله تبارك وتعالى يمكن ما كتغير يعني ولو يكون صنوان يعني توأمان، ولكن كتلقى البصمه ديال كل واحد مغايره للاخر. زاد تطورت الامور مع اكتشاف الاكتشاف يعني الخريطه الجينيه الانسان ولا دي ان الحامض النووي، هذه المسائل كلها زاد تطورت العداله الاليات العداله باش تكتشف الجريمه وباش تكافح الجريمه بكل حزم وبكل اتقاء. واحد النقطة مهمة أيضا اللي ما فيها بس بغينا نطلع على قلنا إلا سعفنا شوية الوقت، وهو على مستوى يعني تأطير القانون الجنائي الدور ديال التيارات الفكرية. هاد التيارات الفكرية أو المدارس الفكرية ساهمت بحظ وافر في الارتقاء وتطوير القانون الجنائي، لأن السياق ديالها أن ظهرت في واحد الوقت اللي كانت العقوبة جد موسومة بالتشديد والغلظة والقسوة، مما أثار حفيظة الفلاسفة المفكرين. ربما نتكلموا على مونتيسكيو في الكتاب ديالو ضروح القوانين، ربما نتكلموا أيضا عن جون جاك روسو في كتاب ديالو العقل الاجتماعي، هادو كلهم نددوا فولتير يعني كلهم نددوا بالوضع القاتم اللي كان عليه الفكر الجنائي وكان القانون الجنائي، لأن القاضي لم يكن مقيدا بالشرعية ديال الجرم والعقاب من بدأ ما كانش، كان يجرم كيف يشاء وأن شاء ويحكم بما يعني بعقوبات حسب المزاج، يعني مسألة كانت مزاجية وكتخضع عليها كتخضع لاعتبارات غير علمية البتة، ولكن بطبيعة الحال بدأت كتأصل هذه المدارس لكل واحد منها اتجاه اللي حاول أنه من خلال من يفسر الظاهرة الإجرامية ويحدد الأساس ديال مشروعية حق الدولة في العقاب، يعني باش ما تبقاش الامور يعني غير منظمه غير منضبطه، وبالتالي خدات بعين الاعتبار ايضا الكرامه الانسان وايضا المصلحه المجتمع يعني في الحفاظ على الكيان المجتمع في مواجهه الجريمه وايضا الكرامه الانسان والانسانيه ديالو، لان علاش كانت الطبقيه ولا مساواه قبل ما تظهر حتى هذه المدارس. يمكننا نتكلم في الاطار المدرسه التقليديه، المدرسة الكلاسيكية كانت مدرسة مهمة يرجع الفضل في تأسيسها لسيزار بيكاريا هو الرائد ديال مبدأ شرعية الجريمة والعقاب، فضلا على يعني فقهاء كالإيطالي يعني كالإنجليزي بنطام وفيورباخ الألماني، وظهرت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. أهم ما جات وهو يعني جات في ظل الأوضاع اللي هي كانت كما قلنا قاتمة في تاريخ القانون الجنائي بصورة عامة، وبالتالي إذا ذاك نددوا بمظاهر الظلم والقسوة، وبالتالي جابوا مبادئ لا زالت راسخة ولا زالت الشريعة الحديثة تحتضنها في مقدمة بدأ ديال شرعية الجرم والعقاب، لا جريمة عقوبة إلا بنص، لأن المشرع يحدد كل الأفعال المحظورة وما يمكنش القاضي فيها انه يعني انه يشرع او لا هذا، ولكن يبقى مقيدا بصوره عامه بالنصوص احتراما وتقديسا لهذا المبدا، وبالتالي ايضا الدور ديال هذا المبدا حتى في توضيط الاستقرار القانوني كما قلنا، لان كل واحد كيعرف ما هو محظور وما هو مباح، يعني تحديد الجريمه بكل عناصرها التكوينيه، العقوبه يعني نوعها مقدارها، هذه المسائل كلها بطبيعه الحال باش يمكن المسائل كتكون واضحه. وحقيقه ان المبدا هذا من شانه وضع حد للتعسف او الشطات اللي يمكن يصدر من القاضي مثلا او هذا اللي كما كانت الوضعيه السابقه. ايضا هذا المبدا هذا اسس المسؤوليه على حريه الاختيار، ان الانسان ما دام عنده حريه الاختيار والادراك والتمييز يتحمل تبعات افعاله، ولكن اللي ما عنده شيء هو غير مسؤول، عديم الاراده كالقاصر الصبي اللي هو ما عندوش هذا او المجنون او هذا. اذا هذا هو المنظور ديالها، وغنشوفوا ان تعرضت طبعا انتقادات في هذه النقطه هذه بالذات، مثلا ايضا اقرت نوع من المساواه التامه ما بين الجنات في يعني في العقوبه، يعني اعتدت بالجسامه نتائج الجريمه، مادام ان ارتكبوا ادات ذاك الفعل ادى الى نتيجه معينه يتحملون التبعه، يعني ذاك العقوبه كتطبق على الجميع دون مراعاة الوضعية ديال الجنات، وهذه نقطة أيضا ربما كان فيها واحد نوع من المغالاة من قبل رواد وأقطاب هذه المدرسة التقليدية. أيضا خداو بالفكره العقوبه، اعتبرنا الدور ديالها مهم جدا لا سيما على مستوى الردع العام، ولكن غفلوا الردع الخاص كما يعني واعتبروا على ان غير العقوبه ما خصهاش تكون وسيله للتنكيل،
والتعذيب او الانتقام الجاني. ايضا تكلم اهتموا كما قلنا بالجسامه ديال الاضرار ديال الجريمه وبالردع العام، ثم ايضا تفسير ضيق النصوص وعدم اللجوء للقياس نظرا للطبيعه ديال القانون الجنائي، وهذه نقطه مهمه. تعرضت لانتقاد نعم النظري، هي اولا ما خصناش نتكلموا عن الانتقاد، ولكن خصنا نقولوا انه يرجع اليها الفضل، لأن الثورة الفرنسية اللي جات من بعد، ولا حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الذي أعقب الثورة الفرنسية، ولا حتى القوانين الجنائية القديمة فرنسا واللي جات عقب الثورة الفرنسية في 1789، كلها احتضنت هذا المبدأ، لا سيما ديال شرعية الجريمة والعقاب ومسائل كثيرة وأسست المسؤولية. ولكن مع ذلك ذاك التركيز ديال على الفعل على الجريمة وإغفال الفاعل هو اللي أثر عليها، ما اهتمتش بهذه الاعتبارات كلها، مما جعل وحتى المساواة المطلقة دون أخذ بالاعتبار الظروف الوضعية والملابسات ديال الفاعل، هذا الشيء اثر عليها. جات المدرسه التقنيه حاول شويه تجاوز هذه الامور، ضافت فكره العداله لفكره العقوبه، وزادت هذه النقطه يعني هذا، لاننا حتى ينطلقت علاش كنقولوا المدرسه التقليديه الجديده، لانها مشات في الكنف ديالها تحت المظله ديالها، ولكن جردتها من بعض الاوجه ديال المغالات. مثلا جابت مسائل اللي هي مهمه كفكره العداله اللي كتكمل الفكره ديال العقوبه، ما تبقاش غير المنفعه الاجتماعيه والردع العام، ولكن ايضا خدات بعين الاعتبار الظروف ديال الفاعل والملابسات. داكشي باش جابتنا النظام ديال وقف التنفيذ، نظام ديال تفريد العقاب اللي تبناه المشرع في الفصل 141، الاقرار الحد الادنى والحد الاقصى للجريمه، العقوبه عفوا، ظروف التخفيف، الاعذار القانونيه المخففه. المدرسه الوضعيه جات من بعد منهم، هذه كانت يعني مخالفه تماما، لان اسست المسؤوليه الجنائيه بالاساس على الجبريه والحتميه، واعتبرت ان المسؤوليه الجنائيه هي جات لمواجهه الخطوره، ماشي اخلاقيه كتقوم على حريه الاختيار، يعني ان اذا كانت اسباب فالجريمه تكون لازمه، يعني الحتميه. وبالتالي اذا اعتبرت ان المسؤوليه الجنائيه هي موضوعيه ماشي اخلاقيه كتقوم على مواجهه الخطوره، وبالتالي الاسباب ديال الجريمه لومبروزو مثلا اعتبرها مرتبطه باعتبارات يعني بيولوجيه، الانثروبولوجيا البيولوجيه والبيولوجيا الجنائيه. اوريكو فيري مثلا اهتم بالعامل الاجتماعي والظرف الاجتماعي والاسباب الاجتماعيه ومسائل كثيره ويعني والمحيط الاجتماعي اللي كيعيش فيه المجرم، وبالتالي اعتبر هذه هي الاسباب هذا. وبالتالي جابوا ايضا فكره التدابير الوقائيه عوض العقوبه، لان الا كانت الخطوره اذا خصنا نواجه الخطوره بتدابير وقائيه وليس بالعقوبه ابدا. يعني كيرجع لها الفضل في تبني التدابير الوقائيه، يرجع لها الفضل ايضا في تبني فكره الخطوره الاجراميه، اهتمت بالفاعل، وهذا هو اللي جعلها عاودت على النقيض، اهتمت بالفاعل واغفلت الفاعل، يعني النتائج ديال الجريمه على خلاف المدرسه التقليديه وهذا. وبالتالي اذا كانت بعض الهفوه وربما بعد الانتقال اللي شويه هذا ايضا الجبريه والحتميه اللي قدستها لواحد الدرجه كبيره، هذا المسيء كله ربما عرضتها شويه الانتقال. جات المدرسه ديال الدفاع الاجتماعي اللي كان فيها نوع من يعني جانب او واحد الجناح اللي يمكن نعتبره متطرف ديال جراماتيكا، مؤسس مدرسه جينوا الايطاليه اللي لم يعترف بالادوات القانون الجنائي والمؤسسات ديالو كالجريمه، ولكن اعتبر ان الخلل في المجتمع وخصنا نزوله من المجتمع خصنا نشوفوا كيف هذا، وبالتالي نتكلم وباش نواجهوا اذا بالتدابير ديال الدفاع الاجتماعي. جمارك انسل اللي كيمثل وكيتزعم الجناح المعتدل، اعاد للقانون الجنائي التوازن ديالو والادوات ديالو، فاقر مبدا شرعيه الجريمه والعقاب وايضا الحريه ديال الاختيار، ولكن ايضا قال خصنا نهتموا بالفاعل، بالخطوره، بالاصناف الجنات، خص القانون الجنائي يهتم بعلوم اللي هي يمكن تزيد تطوروه كعلم الاجتماع الجنائي، علم العقاب، خدم المبدا ديال العقوبه والتدابير الوقائيه، وخص القاضي انه يطبق اي يا عقوبه حسب طبيعه الفعل وحسب ايضا ما يناسب الجاني. وبالتالي القانون الجنائي المغربي تاثر بالاساس بالمدرسه التقليديه، ولكن استثناء ايضا بالمدرسه الوضعيه في اطار التدابير الوقائيه والافراج المقيد، ولو انه اسس المسؤوليه على حريه الاختيار. شكرا على الاصغاء، والى حصه قادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا.